طلقتك نفسي مختلف شويه، لان هو لايت وعباره عن يعني سيت كوم او حلقتين بقصه مختلفه كل مره. انا عامله حاجتين مختلفين تماما. اول حاجه اللي هي البنت الطيبه اللي لازم تسمع كلام اهلها، وده ان شاء الله يعني ايه لسه هنصوره. القصه بقى التانية اللي انا كانت بعيده تماما عن شخصيتي، البنت اللي يعني هي المفروض ان هي ناجحه جدا تمام، بس هي عايشه لوحدها وعندها بقى حته اللي هو ايه عماله تضغط اللي قدامها نفسيا، انه لازم انت لا تبقي يعني اقوى من كده، ما ينفعش تسمعي كلام جوزك، ما ينفعش تسمعي كلام اهلك. بس بصراحه هو الموضوع ده جديد عليا وكنت خايفه جدا منه، بس تحديت نفسي يعني قلت طب فيها ايه يعني لما اجرب. لما بقى بدات اعمل كذا كاركتر لقيت ان الدنيا حلوه، ان وكمان انا عاشرت ناس عاشت القصص اللي احنا هنقدمها. يعني احنا بنقدم الخيانه، بنقدم البخيل، بنقدم عدم المسؤوليه، بنقدم ايه تاني، بنقدم انكسر جوانا شيء اللي هما بيتغيروا بعد الجواز. فانت هتلاقي نفسك حتى لو انت ما عشتش ده انت عاشرت ناس عاشت ده. طلقتك نفسي دي كانت فكره فيلم كنت انا عاملها فيلم، وبعد كده حسيت ان الموضوع محتاج، عارف فكره الطلاق دلوقتي احنا موضوع منتشر جدا مش في مصر بس، حوالين العالم كله، بس يمكن مصر زي ما احنا سامعين ان هي واخده من التوب 5 في الموضوع ده. فحسيت ان فكره الفيلم كانت محصراني شويه، ان انا مش هقدر اطلع كل الافكار اللي موجوده في الموضوع ده، فقررت ان انا اقلبه مسلسل، والمسلسل ده يبقى حكايات منفصله متصله، يعني كل حكايه بتاخد حوالي حلقتين او ثلاث حلقات وبتحكي عن موضوع من مواضيع الطلاق. وفي السيناريو الحوار كتبنا سيناريو الحوار وشاركني فيه استاذ احمد صبحي، ولغايه دلوقتي كتبنا حوالي 15 قصه 15 حكايه، كل حكايه بقول لك زي ما بقول لك هتبقى حلقتين او ثلاث حلقات. وغير ان المسلسل من تاليف احمد عصام، كمان بيشارك في تمثيل عدد من حلقات المسلسل بادوار مختلفه. دي مساله صعبه جدا جدا، انت مش متخيل، انت مش متخيل يعني ايه بتعمل ماجد وبعد كده تعمل رؤوف وبعد كده تعمل سمير، يعني بتتكلم في شخصيات كتيره جدا صعبه على كل الناس، يعني صعبه على الممثل ان هو يخرج من شخصيه لشخصيه، لان احنا بنغير في شكلنا في كل حاجه، ده رقم واحد، بتغير في ادائك، بتغير في طريقه كلامك، طريقه الحوار نفسها مختلفه، لان انت ماجد ده شغال مثلا حاجه، التاني شغال حاجه تانيه. وهيشارك الفنان بيومي فؤاد في طلقتك نفسي بعد النجاح الاخير اللي حققه بمسلسل الحرامي. لما اتعرض عليا الدور لقيته دور جديد، لانه يعني على غير العاده بيبقى دايما الام هي اللي لما بيجي حد من ولادها يتجوز الكلام ده، هي اللي بتبقى تقريبا يعني بيبقى في لو في مشاكل او في لا قدر الله حاجه او الكلام دوت بيبقوا هم سبب شويه في المساله دهيت، على غرار انه مثلا الموبيليا التفاصيل الكلام ده بتاعه. فالاب هنا قايم بدور الام وهو اللي واقف لكل تفصيله لجوازات بناته، هو بيحبهم قوي وتحس ان هو بيتلكك عشان ما يسيبوش البيت، فهو اللي بيتدخل في كافة شيء، ومراته هي العقلة جدا وعمالة تقول له كده البنت هتتطلق، كده البنت معرفش ايه، هو مش همه الموضوع ده هوت. فبالفعل في بنات عنده بتتطلق ما بيهموش خالص، بس هو اللي فاضي جدا للمسألة دهيت على غير العادة يعني في المجتمع المصري. وتفاجئنا بلوك جديد ومختلف لنانسي صلاح هتظهر بيه في أحداث المسلسل. رانيا لا رانيا محجبة. لا انا بصراحه الفتره دي يعني في كيرلي، طبعا في ادوار فيها كيرلي، بس انا قررت ان انا لازم اغير شويه، لان الناس انا حابه الناس تشوفني بشكل تاني، كاركترات هتبقى مختلفه، هقدر العب بشخصيات مختلفه من ناحيه الاتيتيود، من ناحيه لبسها، من ناحيه طريقه كلامها، في فرايتي، فده مديني مساحه حلوه ان انا اعرف اعمل كذا كاركتر. الموضوع كله يومين، الحدوته بتبقى يومين بس مش اكتر، فدي اكتر حاجه كانت شداني، بلس ان الكتابه تجنن.